وصلنا لمحطتنا الأخيرة، ويمكن مثل ما بيقولوا مسك الختام بكل عيد وبكل مناسبة. هن الموجودين هن أبطال الساحة، هن دائما اللي الناس بتكون بالشارع ناطرتهم، بالناطرة جولاتهم، وحتى على الشبابيك وبالبلاكين لحتى يشوفوا طبعا جولة الكشاف بالأعياد. هن اللي رفعوا شعار مستعد كن مستعد دائما. رح نتعرف على كشاف مار الياس، وبيصيرنا نرحب بشادي بشور، هو مسؤول العلاقات العامة بكنيسة مار الياس. اهلا وسهلا فيك، والمسيح قام. حقا قام، اهلا وسهلا فيكم، ينعاد عليكم وعلى الجميع يا رب. ينعاد عليك يا شادي. يعني بالبدايه بكل كنيسه لها كشاف، وكل كشاف يعني بيتباروا مين يكون له وقع اقوى، حضور اقوى، ان كان دخل انه بساحات الكنائس او بالشوارع يعني. وشفنا اصداء على الفيسبوك انه قديش حلو الفرح للشام، وقديه بيلبق الكشاف شو عم يعمل بالعيد، ونحن قديش بحاجه يمكن لكم ولجهدكم لحتى تزرعوا لنا الفرحه. خلينا نحكي اليوم دور الكشاف بالعيد، وبنرجع بعدين إلى أسبوع الآلام، وبنرجع أيضا خلال الأيام السنة العادية نحن بشو بنشارك. أهلا وسهلا فيكم. دور الكشاف بشكل عام بالكنيسة هو القاعدة. قاعدة مثل المؤمنين اللي بيجوا بيصلوا بالكنيسة، هن قاعدة للكنيسة. لولا المؤمنين كنيسة ولا شيء. الكشاف هو اللمة، الفرحة اللي بتجمع من طفل للشاب يلي متجوز وجايب ابنه معه على الكشاف. هي الفرحة، هي اللمة، هذا النشاط المشترك، التعاون اللي بيصير بين أصغر عنصر بالفرقة لأكبر عنصر، حتى الشباب المتجوزين اللي عندهم بقى صار مسؤولياتهم الاجتماعية وعائلاتهم، بيحاول يعلم ابنه، يزرع بابنه هي الفرحة، يزرع بابنه هذا الانتماء. بالنهاية هي قصة انتماء، إنه أنا منتمي لهذا المكان. فأنا لما بكون حابب هذا الانتماء بعطي أكتر شيء، أكتر قدرة عندي إياها لهذا المكان. هذا الانتماء هو اللي بيعطي هاي الفرحة اللي بتشوفوها أنتم فترات الأعياد، يلي هي بتتمثل كنتيجة كمحصل لكل الجهد والتعب، هي الضحكة والفرحة والابتسامة اللي بنشوفها على وجوه العالم، اللي بنشوفها على وجوه الأطفال بأي مكان كان، كان بالشوارع، داخل الكنيسة، مثل ما حضرتك حكيتي على البلاكين، بأي مكان. هي الفرحة، هي الابتسامة، هي محصلة لهذا التعب. أكيد. ويمكن بيتميز طبعا كل كشاف مثل ما قالت ليا بحضوره خلال المكان، ودائما بيكون الكشاف كمان ابن كنيسته ابن بيئته. يعني بنشوف الجيران بيروحوا سوا ليحضروا الكشاف، وبيعرفوا بينطروا أولادهم بيتفرجوا عليهم. هي الحالة من المشاركة والانضباط حتى بالأعياد، بالشعانين بعيد الفصح بنشوفهم واقفين على الباب عم يستقبلوا الناس، عم ياخذوا كمان المعايدات منهم على الكنيسة. قد ايه الحالة الانضباط خلقتوها بينكم بكشاف مار الياس؟ بأي عمل بيصير وين ما كان، كشاف أو غير كشاف، في نظام. هذا النظام هو اللي بيعطي هذا الأسس لهي الحالة وهذا الانضباط. شيء طبيعي، في برنامج عمل نحن بنقوم فيه حسب كل فترة، فترة عيد، كان عيد الفصح ولا عيد ميلاد ولا حتى أي عيد تاني، فهو في برنامج بيتم وضعه، أسس له نقاط بينشغل عليها بحيث يتبين هي الصورة الأخيرة بأحلى وجه يعني. فدائما الشيء اللي بيظهر للناس وبتشوفه الناس هو مجهود لتعب، مجهود لتعب مستمر، مو فترة والله العيد اجتمعنا، لا، هو مجهود سنوي على مدار السنة، في تدريبات، في اجتماعات، في دروس، في لقاءات، في أي شيء جديد استثنائي صار لازم كل عناصر الفرقة يكون عندها علم فيه لحتى آخر شيء تكون هي النتيجة وهي المحصلة. تمام. يعني بالميادين وقعكم هو، أو وقع الكشاف بشكل عام هو الصدى بيكون الأقوى والمسموع. خلينا نحكي أنتم شو عملتوا بالجمعة العظيمة وبخميس الصلب ومن ثم إلى العيد؟ دائما عيد الفصح له نكهة خاصة، لأنه هو استمرار لفترة طويلة، بيبدأ من بداية الصوم وانتهاء بيوم القيامة. الكشاف حاضر طول هاي الفترة، ابتداء من بداية الصوم، جمع المدايح موجود الكشاف لاستقبال الناس، لزرع هاي الفرحة. حسب كل فترة، يعني فترة الصوم حسب، يعني جمعة المدايح إلى صلواتها، إلى
معزوفاتها الخاصة. أسبوع الآلام له طقوسه الخاصة. نحن بنبدأ فيه من يوم الأحد المساء بعد يوم الشعنينة. أحد الشعنينة هو اللي بياخذ الثوب الأبيض الفرحة لاستقبال السيد المسيح بأورشليم. بيتم بجولة كبيرة ضمن المنطقة بترفع فيها الناس أسعف النخيل والزيتون. الأحد مساء بنبدأ بأسبوع الآلام. عندنا يوم الخميس هو خميس الصلب. بيتم عندنا مثل ما شفتوا حضرتكم رفع الصليب داخل حرم الكنيسة بحضور الكشاف ومعزوفات خاصة لهذا اليوم. معزوفات الحزن. معزوفات الحزينة. معزوفات الحزينة. الجمعة هو جناز السيد المسيح، كمان بتصير جولة كبيرة ضمن المنطقة. بيكون فيها جناز السيد المسيح، بيتم الدورة بحمل النعش اللي هو بيمثل النعش السيد المسيح. وبنختمها يوم السبت يلي هو سبت النور، سبت القيامة وأحد الفصح، يعني هو نتيجة العيد، نتيجة هذا الشهر، نتيجة هذا الأسبوع الآلام. تمام، القيامة اللي كلنا نحن بننطرها كل سنة، إن شاء الله هيك بينعاد عليك وعلى أعضاء كشاف كنيسة مار الياس بكل الخير. شكرا كثير لك، وأكيد بدنا نقول لكم فصح مجيد. ينعاد عليكم يا رب، وينعاد على الشعب السوري كله، الله يديم الأمن والأمان علينا، وتضل هالفرحة موجودة على وجوه العالم، والكشاف دائما مستعد. أكيد دائما مستعد. بدنا نشكر وجودك معنا، وتحية أكيد لكل أعضاء الكشاف، بدنا نقول لهم معايدة. شكرا كثير لك. وشكرا كثير لكم ولحضوركم، شرفتونا.